كانوا بيقولوا كده الفلول مشوا كانوا بيقولوا كده. استبشرنا خير لكن لا زال هناك من يفتح الدرب. واحد في مصر عليه مسؤولية ولازم أن يراعي ضميره فيها ويتم العمل إلى منتهى مش لغاية ما ينجز ما تم ويترك الباقي. احنا باقي طويلين جدا فوق ما تتخيلوا احنا مهمتنا الأساسية احنا مش متواجدين في الشوارع ولا نحفظ الأمن جوه البلد. احنا مهمتنا الرئيسية معروفة اتجاه سلاحنا في اتجاه واحد عدونا معروف. أنا بقول يعني الناس من الحروب اللي فاتت بالكامل وآخرهم 73 والشنب هو أنا معروف سلاحنا في اتجاهه ما بنبصش ورانا. اثنين